بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبو القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. محاضرة اليوم راح تكون حول الـ Subjective Assessment، يقدمه إياكم المدرس علي جبار الموسوي. الثاني اللي هو الاوبجكتيف، شلون نسوي تقييم للساين، وقلنا انه هي انقسم اثنين سبجكتيف واوبجكتيف. الهيلث اسسمنت بشكل عام هذا الهيلث اسسمنت، هيلث اسسمنت كنا تقييم الحاله الصحيه، تقييم الحاله الصحيه ينقسم الى اثنين سبجكتيف واوبجكتيف، سبجكتيف واوبجكتيف. السبجكتيف هذا سبجكتيف اللي هو كل شيء يخص البيشنت، كل شيء يخص البيشنت اللي احنا نسميه سيمبتومز. وكذلك عندنا الاوبجكتيف اللي يسمى ساين، وكل شيء يخص النيرز، اي شيء يقوم به كدور النيرز من فحوصات من نبض الى اخره، قياس درجه الحراره، بل كل اللي يقوم به الممرض بين يعتبر شنو اوبجكتيف الفحوصات وليست العنايه. افرض مرة يجي الممرض يسوي تبديل للضمان، يسوي خياطه للجروح، هذا اصبح عنايه ما لها علاقه به. اريد اسسمنت، شلون يسوي اسسمنت؟ مثل فايتال ساينز اللي يسوي لها اسسمنت، شلون يسوي اسسمنت فايتال ساينز. فبشكل عام عندي اوبجكتيف عندي سبجكتيف. راح امر بشكل سريع على السبجكتيف لان احنا ماخذين من المحاضره السابقه. السبجكتيف يتكون من سته اقسام. القسم الاول اللي هو البايوغرافيك داتا، المعلومات الشخصيه اللي هي مثل شنو؟ النيم، الايج، الجندر، بعد ليفل اوف ادكيشن، الريزدنت الاقامه مالته، الريليجن الديانه، ممكن يكون ايضا الرئيس العرق مالته، ممكن اكو امراض تصيب عرق معين دون عرق اخر. هذه المعلومات اللي اذكرها معلومات شخصيه عامه. معلومات شخصية عامة. انتقل واهو الأهم، أهم من كله، شنو اسمه؟ Chief Complaint، الشكوى الرئيسية. فإذا الجزء الأول معلومات الديموغرافيك، الجزء الثاني الشكوى الرئيسية هي سبب الدخول. What is the cause that leading patient to seeking help؟ شنو السبب اللي يخلي البيشنت يبحث عن المساعدة؟ هذا هو الموضوع. هو عنده ضغط مزمن وصار له 5 سنوات أو 6، ما يشكون عنده. بس من ارتفع لمده 5 ايام او 6 وسوى له صداع وسوى له غثيان تقيؤ، هذا السبب اللي خلاه يدخل المستشفى، والا ضغط الدم هو كنترول موجود ما عنده مشكله. فاذا سبب دخول المستشفى. ورا ما اخذت الشيف كومبلاين، تمام عليهم بشكل سريع شباب، احنا مارين عليهم بالمحاضره السابقه. وراها شاخذ ورا الشيف كومبلاين الهيستوري، اشرح لكم الهيستوري، شاخذ بيه ميديكال وسيرجيكال، وكذلك اخذ بيه باست وبريزنت، حاليا شنو المشاكل اللي عنده وسابقا شنو المشاكل. اجل الميديكال، شنو معناته ميديكال طبي؟ شنو الاشياء اللي يذكرها بالميديكال؟ ديزيز الامراض، امراض المزمنه او غير المزمنه عشان يذكرها، ديزيز، بعد دراج ميديكيشن يعني الادويه اللي ياخذها، الفاكسين اللقاحات، وكذلك الاليرجي الحساسيه. الاليرجي ايش كم نوع عندي؟ عندي 3 انواع، راح اسال عن هذه الانواع 3 كم. اول نوع واهم نوع دراج اليرجي، حساسيه الادويه اللي كلكم سامعين، ممكن شخص عنده حساسيه من البنسلين، ممكن الشخص عنده حساسيه من السلفه الى اخره من الاشياء المركبات الادويه، يعرف نفسه عنده حساسيه من هذه المركب. فدراج اليرجي. النوع الثاني فود اليرجي، حساسيه من الاطعمه، مو هواي اكو اشخاص عندهم حساسيه من اطعمه معينه. واحد يقول لك انا مجرد انه اكل البيض يصير عندي تحسس معين، مرض بشر. بعض الاشخاص اذا يشوفون الفول السوداني، الشبس اللي يبي فول سوداني، يكتبوا لكم بعض الاطفال لديهم حساسيه من الفول السوداني. حساسيه الحنطه، حساسيه مال الباقلاء، الاشخاص اللي يصير عندهم تكسر الدم، الاطفال اللي ياكلون باقلاء يصير عندهم تكسر. فاذا فود اليرجي، صار عندي فود اليرجي. وراها النوع انفايرمنتال اليرجي، حساسيه من البيئه الخارجيه. واحد عنده حساسيه من غبار الطلق، بالتغيير ما بين الربيع والشتاء والى اخره، ما بين الفصول اللي موجوده، يقول لك انا بس يصير الطلع مال النخل هذا او غبار الطلق يسوي حساسيه اليرجي. واحد يقول لك لا انا حساسيه من الاتربه والاوساخ، من يصير عجاج بالجو انا يصير عندي حساسيه، وهكذا من انواع الحساسيه، ممكن ويا الكولد وذر، الهوت وذر، الجو البارد، الجو الحار. فاذا عندي 3 انواع من الحساسيه اشملها من ضمن الميديكال، دراج اليرجي وفود اليرجي وكذلك انفيرمنتال اليرجي. جاي امر بشكل سريع شباب، ممكن جاي تلاحقوني هاي لو لان احنا مارين عليه يعني المواضيع السابقه. اخذت الميديكال، اسال عن كل هاي الانواع، الانواع اللي لها علاقه بالشيف كومبلاين، اللي لها علاقه بالشيف كومبلاين، اربطها رابط مباشر بالشيف كومبلاين. يعني اليوم انا عندي مشاكل دخل المريض وعنده مشاكل بالجهاز التنفسي، ريسبيرتوري ديزيز، هو دخل اسمى، نومه مرضه، او هو دخل تسنيه، صعوبه بالتنفس. اسال الامراض الميديكال اللي لها علاقه وتاثير على الجهاز التنفسي، مثل من؟ مثل امراض الجهاز التنفسي السابقه،
اللي عنده اعراض سابقه مثل عنده ربو، عنده ذات الرئه، عنده مثل ما هسه حاليا عنده كوفيد 19 اللي هو كورونا. نعم. يعني شنو المشاكل اللي موجوده عنده؟ انا اخذ معلومات عنها. السيرجيكال هم اللي لها علاقه بمن؟ بالتشيف كومبلاين. ممكن اسال انظمه هسه راح نوصل بعدين لها علاقه بالتشيف كومبلاين بعد هذه الخطوه. فاذا الخطوه الاولى هي بايوغرافيك داتا، الخطوه الثانيه هي تشيف كومبلاين، والثالثه هي الهيستوري. ورا الهيستوري شو هيستوري؟ هسه خلصنا من الهيستوري مال الشخص. بعد هيستوري من؟ فاملي هيستوري. اخذ التاريخ المرضي الخاص بالعائله. هم اخذ كل الامراض مو بس الامراض اللي لها علاقه بالتشيف كومبلاين. ايضا اللي لها علاقه بالتشيف كومبلاين. حتى اختصر عليكم كل الخطوات مال السبجكتيف وكل الخطوات مال الاوبجكتيف اربطها بمن؟ بالتشيف كومبلاين. سبجكتيف اوبجكتيف اركز على المشكله اللي دخل بها المريض. قد تطلع لي مشاكل فرعيه، نعم ماكو مشكله اخذها وياي، لكن انا اركز وين؟ المشكله على المشكله الرئيسيه، ما اروح اتفرع منها ومنها. فاذا اهتم بالتشيف كومبلاين الشكوى الرئيسيه واخذ لها كل المعلومات اللي خاصه بها. هذا فيما يخص الفاميلي هيستوري، اخذ الامراض العائليه التي لها علاقه بالسبب الرئيسي لدخول المستشفى. ورا الفاميلي هيستوري بيرسونال، اكو اشياء شخصيه ما ذكرتها لا ميديكال ولا سيرجيكال. من يعطيني فهم فرعي؟ سليبنج، النوم، ساعات النوم، سموكينج، التدخين، بعد الدايت، الاكسرسايز، الدرينكينج الكحول، الهايجين، النظافه الشخصيه. ذني كلهم اختصرهم بعنوان واحد، اكتيفيتي اوف ديلي ليفينج، شنو الفعاليات اليوميه اللي يسويها الشخص من يقعد الى ان ينام، شنو الفعاليات اللي يسويها؟ ذني كلهم يعتبرون بيرسونال شخصيه. واحد يقول انا اسال عن كل شيء، اقول له ايش قد تنام، متى تسبح لو ما تسبح وهكذا، لو لها علاقه بشيف كومبلاين. يعني اليوم دخل مشاكل بالجهاز التنفسي، اسئله الدخن، اسئله الاغذيه اللي ممكن تسبب لك مشاكل او تحسس وتسوي لك اختناق، هذه اسئله، بس ما اسئله انت ايش كم مره تغسل بالاسبوع. من يجي عند امراض جلديه مثل اكزيما، اسئله ايش كم مره تغسل اللي لها علاقه بهم بالشيف كومبلاين. فعلا البيرسونال اللي لها علاقه بالشيف كومبلاين. ورا البيرسونال شو اسال عن شنو؟ ريفيو اوف سيستم، ار او اس، ار او اس، ريفيو اوف سيستم. معناته عرض او فحص للانظمه اللي لها علاقه بالنظام الرئيسي. قلنا دخلوا عنده مشكله بالتنفس، بعد هو بس الرئتين اللي تاثر على التنفس، لو القلب هم ياثر على التنفس. فاذا هذا الكارديو واسكلر سيستم، امراض الجهاز القلبي مثل فشل القلب وغيرها، ومثل الاماي انجاين الى اخره، ممكن تركب عمل الصمامات، ممكن مثل الاطفال تشوفون طفل من يمشي يقوم يسرق مثل الفتحات الولاديه توف ذولا رباعي اطفاله وغيرها. يعني اسال عن امراض اللي لها علاقه بالقلب ممكن تاثر على الجهاز التنفسي. بعد اسال عن امراض المجاري البوليه اللي ممكن تاثر على الجهاز التنفسي مثل فشل الكلى. فشل الكلى يجمع سوائل، سوائل قسم الانديه يجمع بالرئتين راح يسوي لي اختناق. يسوي لي اودن بالمنري اودن. فايضا اسال عن الاجهزه اللي لها علاقه والانظمه اللي لها علاقه بالجهاز التنفسي. واحد لا اسال عن الثايرويد الغده الدرقيه، يقول ليش تسال عن الثايرويد؟ اقول له الثايرويد من تتضخم تضغط على المجرى التنفسي، يقول يختنق الشخص. اذا لازم اسال عليه لو ما لازم اسال عليه؟ انا لازم اسال عليه، تفيدني هذا الموضوع انه اسال عليه. فاذا السيستم او النظام اللي له علاقه بمشكله الدخول، سبب الدخول. هذا كل ما يخص السبجكتيف. ست اشياء، الاول بايوغرافيك، الثاني تشيف كومبلاين، الثالث الهيستوري للشخص، وراها الهيستوري للفاملي، وراها البيرسونال، وراها النوم ريفيو اوف سيستم. ست اشياء مرينا عليهم بشكل سريع. واضحه لو وقفت سؤال عليه ان شاء الله. إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة بعنوان Subjective Assessment. كان وياكم مدرس علي جبار موسوي في تقديمها. أي شخص عنده سؤال بإمكانه طرحه أسفل الفيديو. شكرا لحسن إصغائكم، دمتم في أمان الله وحفظه.